خمسة عائلات نستحقوا الماء الصالح للشراب، الوحيدين من منطقة شانشو مقطوع علينا الماء، ما عندناش الماء الصالح للشراب، ضايعين حيوانات وعباد في أشد الحاجة للماء، عطشانين 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 عطشانين، وأقرب الناس إلينا ما خليناش نعدوا الماء. تو المقاول جاي باش يخدم، وقفوه وقفوا مواطن، مواطن وقف قال له ما تعداش من الأرض، معناها 50 سنتي باش ناخذوهم باش يضروا له الارض، والارض منعدمه ما تجيش حتى نتاع حراسه، كان نتاع حراسه والله صح. جينا الحاكم شال يجيبونا من السنين مين؟ ما يهمناش منها، لا قلنا لا خدمنا لا وكلنا لا شربنا لا عطينا خدمنا لا عطينا كذا. طرد لنا قال ما تعدوش الحلقو. اي كيفاش بالكلام ولا جاب جماعه ولا؟ بالكلام جي حبس قدام التراكس هو، هاي بدات التراكس تخدم، بدات التراكس تخدم. هو انا وين واقف السيد غاديك؟ بدات التراكس تخدم وجي حبس. عندنا 15 منقله. كان احنا قعدنا في منطقه كامله من 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 حدود الحامه لحدود مطماطه هيك، الناس كلها تشرب في الماء، الوحيدين احنا ال 15 منقله هذوما قعدنا عطشانين عطشانين، حيوانات وعباد في اشد الحاجه للماء، احنا في اشد الحاجه للماء. احسن على كريمنا للشعب وزيد افصل على كريمنا تو في الثور. تي كنت كاسب 16 بقره كملتهم انا من قله الماء. كنت فلاح الكل فلاح. فلاح اي والله، هو انا خليت اربع بقرات. فلاح اعطينا نشربوا اعطينا نشربوا عطشانين. ما حشتني ما حشتني، الزيتون انا ميت والدنيا ميت، اعطونا نشرب احنا باش نموتوا، سلمنا بعنا اعطونا نشرب، اعطونا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، اعطونا شرب ماء، ما طالبين حتى شيء، لا طالبين خدمه لا طالبين منحه. لا طالبين بالكميون يحط لنا غاديك المياه المعلبه ونبطلوا سيدي، يجيب لنا كل يوم نشرب وانا قاعد، ولا يجيب لنا هو بالسيتيرن 14 سيتيرن نتاع زوايل منقوبين هون برا عندهم، انا بالعدل بالعدل 14 سيتيرن تهرب، ما طالبين حتى شيء، طالبين قطرة مية نشربها في منطقة كاملة قاعدين الوقت الحاضر هذا. في الوقت السابق معناها شعب واحد وكذا ما دخلوناش المي، تعسوا علينا في عهد الثورة نفس العملية، ما خليناش المي، تعسوا علينا في بعد الانتخابات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وحتى الخامسة، يمكن باش نقعدوا ساكتين كما هكا على خاطر احنا ناس مسلمين مسلمين. وهاك النهار الوالي سيد الوالي بالذات قلت له راهو بامكاني اني نكسر الحلقوم ونعطش منطقه كامله، قال لي ما تعمل حتى شيء ويجي، وكان عند الموعد نتاعه ويجي المقاول، ولكن توك مواطن يتعرض لنا على ارض منعدمه ما تجي حتى شيء.